بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون طقس مائل للبرودة صباحاً، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون لطيف في أوله ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا بقى نتعرف على تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، طمنينا أخبار الطقس إيه النهاردة، وهل لسه في ارتفاعات في درجة الحرارة في الأيام اللي جاية؟ بالفعل يمكن احنا اليوم هيكون في ارتفاع اخر في درجات الحراره عن الامس بحوالي درجتين، لان اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 32 درجه مئويه، وغدا وبعد غدا هيكون في مزيد من الارتفاع في درجات الحراره. متوقع ان غدا تكون ذروه ارتفاع درجات الحراره وتوصل العظمى على القاهره الكبرى 34 ل 35 درجه مئويه، وده بسبب ان احنا بنقصد الكتل الهوائيه الصحراويه اليوم قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه. الكتل دي مرتفعه في درجات حرارتها بالشكل الكبير، كمان في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على زياده فترات طلوع الشمس خلال فتره النهار، فبالتالي هنحس بالاجواء الحاره على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، اجواء نقدر نقول دافيه على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، شديده الحراره على محافظات جنوب الصعيد. ده هيكون خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس تدريجيا درجات الحراره بتنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. الاجواء بتكون اجواء لطيفه في اول ساعات الليل، لكن في ساعات الليل المتاخره بتصبح الاجواء مائله للبروده، وخاصه في المحافظات الشماليه وكمان محافظات القاهره الكبرى ومحافظات شمال الصعيد. اما المحافظات الموجوده في جنوب البلاد الاجواء فتره الليل عليها بتكون اجواء معتدله. متوقع كمان مع فترات المساء وساعات المغرب يكون في نشاط جذب الرياح، النشاط ده هيخلينا نحس بالاجواء الربيعيه وانخفاض درجات الحراره خلال فترات الليل وطبعا خلال فترات المساء. بالاضافه كمان طبعا فتره الصباح الباكر ما زال معانا تكون لشبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، والشبوره المائيه دي هتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. زي ما بنأكد ان خلال الايام القادمه لسه هيكون في ارتفاعات اخرى في درجات الحراره تكون معانا الثلاث والاربع، ومع يوم الخميس ترجع درجات الحراره تعود للمعدلات وتنخفض وتكون ما بين 29 في 30 درجه مئويه. اللي هنأكد عليه خلال الفتره ديت الساده المواطنين، ما فيش مشكله تماما من تخفيف الملابس فتره النهار، لكن فترات الليل لو احنا بنخرج فتره الليل المتاخر فتره الصباح الباكر بلاش الملابس تكون ملابس صيفيه بشكل كامل، لان لسه في بروده في الجو خلال فتره الصباح الباكر وفتره الليل المتاخر. بالاضافه كمان فتره النهار بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس عشان ما تزودش احساسنا بارتفاع درجات الحراره، خاصه فتره الظهيره. كمان طبعا القياده تكون بسيئتين فتره الصباح الباكر مع تكون الشبوره المائيه. احنا ما زلنا في فصل الربيع، فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه والتغير الكبير في خرائط الطقس، فطبعا مهم جدا المتابعه اليوميه لنشرات الجو. صحيح، يعني انا وزميلتي فسنت جايين الصبح بدري يا دكتور لابسين جاكيتات، وبنروح لابسين نص كم في النهار عادي. فبنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهره درجه الحراره العظمى 32 والصغرى 19، العاصمة الإدارية 33-18، الإسكندرية 25-17، والعلمين الجديدة 24-17، في مطروح العظمى 23 والصغرى 16، ودمياط 25-18، بورسعيد 24-18، والإسماعيلية 32-18. في السويس درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19، والعريش 24-17، كاترين 28-11، وطابة 31-18، حلايب 28-20، وشلاتين 32-22، شرم الشيخ 33-22، والغردقة 32-21.
نروح للفيوم هنلاقي هناك درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19، أما بني سويف فالعظمى أيضا 32-19 والوادي الجديد 34-20 وأسيوط 33-18، في سوهاج العظمى 34-20 وفي قنا 37-21، الأقصر 36-20 وأسوان 38-22. خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي عودة مرة أخرى لمصطفى وبسنت ومتابعة أهم الأخبار. عودة ليك ومصطفى وبسنت. شكرا ليك يا هالة. شكرا يا هالة.